في كل الزوار والضيوف اللي اجوا زارونا اللي حلوا ضيوف علينا على البلد. اهلا وسهلا، تفضلوا لو سمحتوا، مهمش ناخذ محلاتنا. عرفتوا لكلام יש לנו אורחים גם, חברינו היהודים, הפסלים, שמדברים בשפה העברית. לצערנו, אנחנו נאלצים לנהל כל הערב בשפה הערבית, אבל בין היתר יהיו קטעים שאנחנו נדבר גם בעברית. וזו ההזדמנות שלכם גם לשמוע את השפה שלנו וליהנות ממנה. וכי ידוע לכם, השפה העברית והערבית הן שתי שפות שמיות, שאחת דומה לשנייה והכל. מסע אחר לג'מיע. בדייתן, אוריד אל אוקדם שוקר אל עמיק לאח אמיל חמאדה, מודיר מרכז, אל-מרכז אל-פקאפי. אל-אינסן אל-מוטוואדע, אל-מעטע, אל-טייב, אינהו יעמל מן וראה אל-כווליס. ويرفض الظهور على المنصة، هو الذي حضر الشهادات اللوازم وكل اللوجستيكا. اليوم هو في فحص، أتمنى له كل الخير ونشكره حتى هو مش موجود، إنه بيستاهل كل الخير، بيستاهل كل الكرم. حبيت قبل ما نبدأ كمان إني أشكر منتدى الثقافة القطري، المنتدى اللي إحنا بنشتغل فيه زي خليط النحل، نحن كلنا اخوة واخوات فيه، وحبيت اني ابرز هاي الظاهرة انه نحن طبعا ايد وحدة لا تصفق، يد وحدة لا تصفق، نحن بنشتغل كخليط نحل كلياتنا مع بعض، وانا فخورة اني اكون منتمية لهي المجموعة اللي هن الاخ فهيم ابو ركن، الاخت اخلاص عزام، احلام الدكتور احلام دراوشي، بنقول لها مبروك لعرس ابنها، الشاعر عادل كيوان، سرور حلبي، بشير حطوم، قفطان عيسمي، روض عطشي، فؤاد منصور، ملك زاهر، وعوني حلبي وزوجته اللي نحن اليوم رايحين نكرمه طبعا، الاخ سامر نصر الدين وزوجته الفنانه انتصار ابو زيد، والاخت الامل القضماني، هي للاسف مش متواجده معنا لانها هي من الغضبي. مساء الخير للجميع. أسعد الله مساءكم بكل الخير أيها الحفل الكريم. اجتمعنا اليوم لنكرم نخبة من الفنانين البارعين في فن النحت على الصخر الذين يعملون ضمن مشروع جمعية عنات. النحت على الصخر هي المهنة التي يمارسها الفنانون الذين جئنا لنكرمهم هذا اليوم. أما مهنتهم فشاقة شائكة، تبدأ بالتخطيط للشكل المنشود، ثم عملية انتقاء الصخرة ونوعها من بين الصخور الكثيرة، لتأتي عملية القلع، ثم نقلها بواسطة الرافعة إلى المكان المقصود، ثم العمل بآلات حادة كهربائية ويدوية لنزع القطع الغير مرغوب فيها وإبقاء الجسم المخطط له. هذا النوع من الفنون قديم قدم الإنسان، منذ أن نحت الإنسان الحجر والخشب وصنع منهما آلة حادة لصيد الحيوان، وقد برز هذا الفن بشكل واضح منذ 4500 سنة قبل الميلاد كفن مرئي قائم بذاته، ومورس على الصخر والمعادن والسيراميك والخشب ومواد أخرى قابلة للنحت. هذا النوع من الفنون يعتبر من الفنون التشكيلية المرئية ثلاثية الأبعاد، تشغل حيزاً في الفراغ الموجود حولنا لتمتع الأعين بجماليته، لتتمتع الأعين بجماليته ويكون على شكل إنسان حيوان أو أي شيء تجريدي آخر. هناك منحوتات قديمة جدا يعود تاريخها إلى عهد الفراعنة والرومان واليونانيين، وهو أكثر الأنواع انتشارا كونه يمثل الآلهة التي عبدها الإنسان قديما. فبدأ به اليونانيون وقلدهم فيه الرومان، ثم انتقل إلى الحضارات البحر المتوسطية بعد ذلك. في العصر الحديث أخذ النحت منحا جديدا، حيث غلب على التماثيل الطابع التجريدي لتجسد رغبة ما يريد النحات بدلا من تمثيل الشخصيات كما هي. حبيت إني أعمل مقدمة على أساس إنه يكون في عندنا فكرة شو النحت على الحجر، مين هن النحاتين، شو هي عملية النحت. إنه إعلامي بارع يحب الفن على أنواعه، ملم بالميزانيات، يتحلى بروح الفكاهة، فالابتسامة لا تفارق شفتيه،
لديه مواقف واضحة، إنه شجاع مقدام، والأهم من كل ذلك سياسي بارع. نلمس في رؤياه المستقبلية للقرية وللجيل الصاعد أنه لابد من زرع بذور الثقافة والفن في نفوس هذا الجيل لكي ينشأ على تقديس الإبداع. فالفن هو ابتكار وخلق من اللاشيء، وكل ابتكار بدأ برسمة، وكل اختراع بدأ بفكرة. ولا ننسى ذلك المهرجان الفريد الذي كسى شوارع القرية بحلة من الإبداع والتميز في أشواء من الفرح والسرور، هذا المشهد الذي لا ينسى. فمن وقف وراءه كان رئيس المجلس المحلي السيد رفيق حلبي، فليتفضل ليقول كلمته. مساء الخير ضيوف الكرام، الأخوات والإخوة، الكتاب، المبدعين، النحاتين، الرسامين، الشعراء، صديقي وأخي مصلح قبلان المسؤول عن الثقافة في الوسط الدرزي والبدوي والشركسي، بعد في أقليات بعد المسيحية بالله. أهلا وسهلا بكم. نحن على اعتاب او على عتبة شهر الثقافة في دالة الكرمل، ايار الثقافي ككل عام. تزدان دالة الكرمل بورشات ابداعية واعمال ثقافية، وسنبدأ هذا العام شهر الثقافة في ثلاثة ايار بامسية لابد ان تكون رائعة للفرقة الماسية من اغنية قيصر الغناء كاظم الساهر. وسيكون هذا الشهر مليئا بالإبداعات، سواء كانت محلية أو من خارج البلدة، فأدعوكم يعني دعوة شخصية للاشتراك والمشاركة في هذا الشهر. أبني لو أشياء تخبريم شلي كان للو ترقوم نسبة لكم سيكور كتصار. إيه مدبرين اليوم عربية؟ كاخا أمرت إيشا ابني رايح البسيس، طلب مني يجيب له إيشور من كوبات خليم عشان ياخذوا عكسين عير. في واحد إجا على باقة غربية وماشي في الطريق، سأل قال له وين دار بروفيسور فاروق مواسي؟ قال له امشي مستقيم. قال ليش؟ يا شاب ما بعرفش مستيش الاستقامة. امشي مستقيم. قال له شو يعني؟ قال له امشي في الصراط المستقيم. قال له يا راجل. قال له امشي يا شهر. قال له احكي عربي من الاول. يحكي عربي. بدي احكي على فاروق. فاروق مواسي كتب مقال ضد استعمال الكلمات العبرية في اللغة العربية. وبعد ان اجاد في الكتابة قرأ المقال على زوجته. فقالت له مقال رائع كل كفوت. أنا أسأل بعض الخير شئين عربي اليوم بشم عربيت. عربيت زي مزوج של שתי השפות. אני רוצה להודות לכם כולכם. באומנות אין יהודים וערבים, יש אומנים. אתם משאירים חותם, אתם משאירים מוניומנטים בעצם בכל מקום שאתם נמצאים. לכו, טיילו בדלת אל כרמל, תראו את היצירות של הפסלים, ג'מאל ועוני וכל החברים, להזכיר שמות כדי לא לשכוח אף אחד, כמה יצירות מופת השאירו כאן בגן הפסלים ליד כיכר קדישמן. שימו לב, כיכר הפסלים ליד כיכר קדישמן, פשוט הכפר הזה שופע תרבות ועשייה. לכן ברוכים הבאים בדלת אל-כרמל. לא נטיל עליכם אל-חדית, אינמא אקול ג'מלה ואחדה. אי מוג'תמע לא יודע אל-ת'קאפה פי קמת סולם אל-אולויות אינו מוג'תמע יתחבט פי קדאיה. אנחנו יג'ב אן נבתעד ענה. الثقافة هي الأساس لكل عمل. دالة الكرمل تستثمر سنويا في شهر الثقافة ما يقارب المليون شيكل.
سنوية السنة الرابعة على التوالي. ثقافة للجيل الصاعد، ثقافة للأولاد، ثقافة للكبار، ثقافة الموسيقى وثقافة الرسم وثقافة التصوير وثقافة النحت وثقافة الإبداع. عندما ينهمك المجتمع في الثقافة يهذب لغته، يهذب أسلوبه، يعمل بالأمور الحقيقية، يتعامل مع الروح، والموسيقى هي لغة الملائكة. لذلك أقول للجميع، أتوجه من هنا إلى جميع أخواني وأصدقائي، سواء كانوا رؤساء بلديات أو قيادات، أن يكرسوا جهدا كبيرا من أجل وضع الثقافة في مكانها الذي يليق بها. مضبوطة بفراس؟ أكيد. لذلك في بينه وبينه شرط لأبو فراس، إنه في الكادنسيا تبعتي بده يكون عنده مسرح. ولقد طلعنا حتى شو بيسموه في العربي، طلعنا المخرز. وعما قريب سنبدأ في بناية قصر الثقافة مع 450 مقعد، قصر الثقافة بتكاليف 45 مليون شيكل، عما قريب إن شاء الله. لذلك كل الجميع أهلا وسهلا بكم في دار الكرمل مركز الثقافة. شكرا لأمال. أمال شوي وأنا سمعت تحكي تقدمني، أمال كل حالي مين أنا؟ وكل عامل بقول هذا أنا، هذا عامل أساسي حامل ملف الثقافة والشبيبة والرياضة في دار الكرمل. أهلا وسهلا بكم جميعا. بديش أبدأ أنا أرحب فيكم واحد واحد، لأني مسؤولة فرقة الدكة والفعاليات الثقافية في نادي الصحوة الثقافي الشاعرة سناء عبيد. أهلا وسهلا فيكي. فرقة الحراني للرقص الشعري بقيادة الأستاذ محمد الحراني من كفر بندري. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. I'm gonna make it.
الشركسي، وهو الداعم الأساسي لكل المشاريع الفنية والثقافية في الوسطن. كتبت له هيك: شو بتشبهك شجرة عليها غصون، على كل غصن معلقة سل الثمر، فيها التمر فيها العطر فيها الطيوب من كل أصناف الهدايا للبشر. تفضل يا مصلح ارمي على الفن السلام، واشكر أيادي الفن ليطيب الصار. ندعو السيد مصطفى غلام تكنيك داوود الشمي يقول كلمته المصطفى بن فليتفضل. الأخ أبو يوسف يقول لي قبل ما أطلع ادفع مصاري. هو الدفع عملياً في البنوك منيح، بس كل الوقت كلنا عندنا مينوس، فيش واحد عنده فلوس، لا، والميزانية في الوزارة مينوس. طيب، مساء الخير أخرى مرة للجميع. الأخ أبو يوسف اللي هو صديق عزيز وبعتز طبعاً بهاي الصداقة، منه عم نتعلم كثير شغلات، كثير شغلات في المثابرة، في الكد، في الصمود، في المواجهة الحرة، في الرأي السديد والسليم، لأنه هو بوقف قدام مكاتب أو مؤسسات حكومية وبقول لهم إحنا لا نقل أهمية عن أي مواطن في أي دولة. يجب أن نتحدث على أو بنفس المستوى، ما في حدا أحسن من حدا، ما في حدا أعلى من حدا، وإنما كلنا أبناء تسعة. هذا هو بقوله، هذا أنا بقوله، هذا اللي إحنا بنلمسه. مجتمعنا العربي يا إخوان مليء بالطاقات المخزونة، الطاقات الإيجابية السليمة اللي عم بتنادي اكتشفوني اكتشفوني اكتشفوني. للأسف الشديد، للأسف الشديد، ما تزعل بيوسف، انتقادي للسلطات المحلية وللمؤسسات التربوية التعليمية الاجتماعية، كل المؤسسات من كل الأطياف اللي في هذا المجتمع واللي بتبني المجتمع، مش عمالة تأخذ الرسالة الثقافية إلى أو على محمل الجد وإلى السبيل السليم الصحيح. طبعاً نستثني الأشخاص أو بعض المسؤولين، بعض القرى، بعض الفئات الشعبية الإنسانية التي أخذت على عاتقها أن توصل هذه الرسالة، رسالة ثقافية فنية، إلى كل مواطن وإلى كل عملياً أذن، حتى أيضاً تراها كل عين مجردة، لنلمس ما هي هذه الطاقات الموجودة والمخزونة التي ينتمي أو ننتمي إليها نحن بالبداية. أنا ما كان هدفي أحكي هاي الكلمة، لكن من خلال اللي لمسته، من خلال اللي شفته، كنت لازم أحكي. أنا بآمن في شغلة واحدة، أنا بآمن إنه لما طفل صغير بمسك حجر، إذا حد الفنان وبقول أنا بدي أعمل مثل عمه فلان أو مثل الفنان الفلاني، هذا الإشي عمليا هو إيصال الرسالة السليمة للجيل الصغير. الفن بيعرف أبطاله ومين الشاغل له باله، واللي بيكرم فنان بيكرم شعب حاله. يا ريتني عايش بغيبوبي وعني هموم الشرق محجوبي، ولشوف طفل مكفن وغفيان واخته عجنبه هلع مرعوبي، ولشوف بيت مهدم وبردان وما فيه طوبة تحن عطوبي، صافن بلون البرد مش دفيان وطاسة نفوخ وقلب مقلوبي، ولشوف شو بيصير بالأوطان بقتل بدمار بنار بحروبي، تجار عم بتسوق الأديان وأفكارهم بالروس معطوبي، بالغرب شوف الرفق بالحيوان قوانين بالأخلاق مكتوبة، وبالشرق عنا الرفق بالإنسان كلمة من الأخلاق مشطوبة. عمين بدي فتح الأجفان، عمين بدي طلع دروبي، عمين
بدي نفض الأكفان وطير الفنيقي يفيق بصعوبي، لكن برغم الآه والأحزان رح ظل أتمنى بأسلوبي. ودخلك يا ربي غير العدان، ودي مسيح الحق ع هالشرق تيغير حواله بأعجوبي. نحن بعصر فيه القيم ناموا، ونحن بعصر فيه القيم ناموا، والمال رافع على البشر هاموا، والميديا صار همها التزوير، وثوب القيادي قصرة كمان. بحب القيادي الخلق باعه كبير، بحب القيادي الخلق باعه كبير، ومحنك وواعي وملو هندامه، قلبه شجاعة عنطرة والزير، وما بينحني قدام ظلامه. إذا أبو يوسف بحب القيادة الخلق باعه كبير، محنك وواعي وملو هندامه، قلبه شجاعة عنطرة والزير، وما بينحني قدام ظلامه. وبكره سياسي خلق غر صغير، متآمر وخدام حكامه، مشغل على ريموت عم بيطير، وبضرب بسيف الظلم وزلامه. لكن يا أهل الفكر والتنوير، بكرة الثلج بتذوب أوهامه، وبينعرف مين العبد والمير، ومين الخلق للشعب مقدامه. والعجل مهما تعلفه بشعير تبر وعلف تا تلحم عظامه، بتم عنكم ربط بجنزير، ما فيه يسبح أسد رح بيضل من تحت رحمة سيخ لحامه. قصيدك نحت ع مطلع الالهام، بعرف خيالك خصب والايد شو بردي. قلت اللي بكرم فكر خلاك ما بيلاهام، ما زال باقي النحت للامد تركي، جاي تأحني أنا بتقدير من إكراهام، وارفع بيارك لكن مع كاسة الوسكي. النحات شاعر ذكي كل ما خياله هام، النحات شاعر ذكي كل ما خياله هام، بعرس التجلي بصف قصايده دكي. النحات مبدع عمل بالموهبة رساهام، روتش بياض الصخر تا يلمح الضحكي. وفي ناس عملوا الدبش، وفي ناس خلوا الدبش يحكي ويصير الخام، ومرات يشكي الألم ويتوجع ويبكي. وفي ناس ظلوا على دور الزمن أصنام، خرسان حتى لو إنه شفافها بتحكي. شكرا للشاعر الجزال توفيق الحلبي، شكرا للأخ رائد حجازي على. أهلا وسهلا فيكم، عرفتوا بكل عام. أبي كارتي ب بحكي بدك مراني شو كلكم بتعرفوا مراني زي ما هي شغلة. عرفت الأخ شبان حسن من الأول، وطلب مني مرة أجي أعمل لنا أمسية في الرامي هيك نحتين، وكان حلو كثير.
وأبقوا لنا كنزا تراثيا ثمينا.
كما كرم المجلس والمركز الجماهيري أسماء ما زالت تقدم عطاء أدبيا وفنيا راقيا. إنه من الأهمية بمكان أن نخلد الأسماء التي رحلت عنا، ولا يقل أهمية أن نكرم أدباءنا وفنانينا في حياتهم أيضا. لذلك تأتي هذه الأمسية والتي بادر إليها المنتدى الثقافي القطري واحتضنها المركز الجماهيري، تأتي لتكرم فنانين لم ينالوا حقهم من التقدير والتكريم. فشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام، المجلس المحلي، المركز الجماهيري، وخاصة أعضاء المنتدى الذين تبرعوا بالجهد والوقت والمال. فشكرا للجميع، ويستحقون منكم أجمل تحية. كما يسعدني أن أقدم أطيب الأماني وأحر التهاني للمحتفى بهم، متمنيا لهم المزيد من العطاء والتقدم إلى الأمام. نحتفي اليوم بمن يمنح الصخر روحا ليجعله جميلا بهيا كالقمر. الشعر والفن يسيران جنبا إلى جنب، يتمازجان، يتعانقان. ولهذا فإن الفن بحد ذاته متنوع، والشعر كذلك. ومن يجعل من الصخر روحا، ربما كان كما الشاعر الذي جعل من القمر جمالا. في لغات غير عربية من يقول أنت كالقمر ربما يضحكون عليه، ولكن في العربية جعلوا من القمر جميلا. فالقمر المكون من صخور جعله الشعراء رمزا للجمال. لذلك اخترت أن أقرأ عليكم قصيدة قصيرة بعنوان أيتها القمر. وتلاحظون أنني جعلت من لفظ القمر لفظا مؤنثا ليزداد جمالا ورقة، كما يفعل الفنان النحات الذي يمنح الصخرة الجمال والإيحاء. أيتها القمر، أنتظرك على شفا الشوق خلف حقول الضياء، أخاف أن أفقد نبض الزهر وعطر اللقاء. أحلام كثيرة تغادرني تشق باب الاشتياق، أمنيات كبيرة تحاصرني ألتحف ذكرى نشوة العناق، ألتحف ذكرى نشوة العناق. أيتها المتربعة على أوتار حنيني، لا أطيق صبرا فاجعليني نهدة على صهوة المسافات، واتركيني بين نار الوداع ولوعة دمعة، بين جنة الاشتعال وأريج شمعة. هل يرجع القمر ليغازل النجوم حين ترقص تحت قدميك وتحوم ويدوي ظل المحال، تبتلعه الرمال وتنهمر الغيوم؟ أيتها النبع المتدفق في شراييني، أيتها المتربعة على أوتار حنيني، هل أنت سراب الرعشة الخافقة أم صقيع المواسم المسافرة عبر مسالك الوعد المفقود؟ فاقبلي إلي كترياق عنقود، بالفرح يجود ويعود ويعود ويجود ويعود ويعود على أثير النداء. احملي عبق السهر، احملي عبق السهر من بيادر اللقاء المنتظر. أيتها القمر، أيتها القمر، أيتها القمر. Thank you.
طيب يا اخوان، بدنا نحافظ على تراث ابونا وامنا وجدنا. هاي الشباب عملتها من شقفة الألمنيوم. الألمنيوم هاي إلى ذكرى عزيزة على قلبي، لأن هاي كانت إيد للمكنسة لحياة أمي. فلما انكسرت إيد المكنسة رمتها حياة أمي، فأنا عشان دائما أذكر حياة أمي أخذتها وعملت منها شباك. على هاي الشباك بدي أسمعكم طريقة اللي بنقولها العزف على السن اليوم خلال اللي بيعزفوا على هاي الطريقة. وبدي أسمعكم ألحان وغناء دبكة الشعراوية. الشباب هون دبكوا دبكة شمالية، أنا بدي أسمعكم ألحان دبكة الشعراوية، الغناء والحركات اللي كنا نحركها بجرينا أو بكتافنا. أهلا وسهلا فيكم. فإنني أهواك جهرا في الأنام و
خالقي، فأنا وأنت عاشقان إلى الأبد، وبدون حبك لست إلا بأخبلي. شكراً كثير لك. موهبته للفن التشكيلي بدأت منذ أن كان صغيراً. أول من اكتشف موهبته مدير المدرسة حينما كان طالباً. درس في كلية أورانيل وقام بتأسيس رابطة للفنانين التشكيليين العرب، وعمل رئيساً لها لمدة 12 عاماً. أقام خلال ذلك عشرات المعارض للفن التشكيلي. أقام مهرجان للصخر الأول في بلدته جولس عام 1996، وما زال يلتقي برؤساء السلطات المحلية في البلاد من أجل إقامة مشاريع فنية على الصخر بهدف تحسين مداخل البلدات وترسيخ موضوع الفنون في نفوس الطلاب. يشغل الآن منصب إدارة جمعية عناك للنحاتين في إسرائيل. كتبت له: يلي تخلي الصخريين من وين جبت الشطارة؟ قاعد تتلقى بحلوين يما بترمي السنارة؟ شفتك بعيوني الثنتين تغازل صخرة من مترين، والعرق فوق الخدين يعبي كاسة سكارة. قلت لحالي يا لطيف ليش بيتعب هالمسكين، وجهه أبيض مثل الثلج كأنه مدهون طحين. بس الظاهر غلطاني وعيني مش فهماني، إنه الصخر القاسي يحل لما يشوف الفناني، ويتلوى مثل العجين وممكن تقطعه بسكين، وبتصير الإيد اليمين تحدي مثل الزجالة. معي الفنان التشكيلي والنحات السيد جمال حسن، فليتفضل لتقديم رقبة الفنانين للحضور وإعطاء الشهادات من فضل أستاذ رئيس المدرسة المحلية السيد دافع الحلبي. بنديكم بعدين تنحكي للتو. أنا بس حبيت أقول شغلة، إنه كل كل واحد فيكم، كمان الأستاذ فهيم وعمال، كل واحد فيكم عمليان عم يتحدث عننا وعن الفنانين بشكل عام ونسيهم سيئتهم. أهلا وسهلا فيك أخونا ضيفنا العزيز من السلطة الوطنية الفلسطينية، يشرفنا حضورك معنا ويشرفنا أيضا التواصل أيضا، لأنه لغتنا ولغة الفن أولا، نحن ناء الجدل الواحد أولاً. ثاني شيء، الفن بشكل عام يختلف عن السياسة تماماً. الفن هو لغة شمولية عالمية، وبالذات أقصد الفن التشكيلي والموسيقى وحتى المسرح وجميع أنواع الفنون ودروب الفنون. الفن هو لا يعترف لا بمفاهيم عرقية ولا جغرافية ولا حدود جغرافية ولا بأي شيء مما نسمعه ونراه في المدة الأخيرة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل. للأسف الشديد نحن نخلق الإنسان في داخلنا قبل كل شيء، ونحترم الإنسان في داخلنا، ونحترم كل إنسان موجود على هذه الأرض، فهذه مهمتنا قبل كل شيء، ويبقى الفن للفن. إخواني، مع ذكر الألقاب والأسماء جميعا، أولا أحب أن أشكر أصدقائي إخوتي الفنانين المتواجدين هنا، أكثر ما يستحقون تكريم هؤلاء المعطائين يوميا على مدار السنة. يمكن أن نقول أستاذ رافق العجرمي مسؤول عن التعليم والبعثات في منظمة التحرير الفلسطينية، ولقد وعد قبل دقائق أنه في المطار القادم أو في الحفل القادم سيشارك فنانين أو لحاتين من السلطة الفلسطينية. أهلا وسهلا بكم. موضوع التواصل وموضوع هام جدا في جميع المجالات، سواء كانت سياسية أو أدبية أو ثقافية، سميها ما شئت، ولكن في هذه الظروف التي نعيشها في هذه الأيام، ظروف صعبة، هناك أجواء كهرباء أحيانا، وهناك نسمع نبرات، نستمع نبرات تذكرنا في قيمة كوراج من العنصرية والقوانين التي نحن نرفضها رفضا باتا. هذه في هذه المناسبة لا يعني يجب أن نقول كلمة بوضوح أن هذا الشعب هنا يتوخى السلام العادل بين الشعبين، الشعب الإسرائيلي اليهودي والشعب الفلسطيني. أهلا وسهلا. نحو مندوب منتدى ثقافة القطر السيد فيما بوركن، تفضل معنا. جمال تفضل، بدك تحكي عن المتدينين؟
الإنسان.